بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا اللقاء التواصلي حول المعهد العالي للسياحة الذي يبث على صفحتنا بالفيسبوك وجهة للتوجيه المدرسي والجامعي بلا حدود. وسينقسم هذا اللقاء التواصلي كما عودناكم لقسمين. القسم الأول وهو حوار تواصلي مع الطالب للتعرف أكثر على المعهد، والمرحلة الثانية هي مرحلة تفاعلية مع أسئلتكم. اللي عنده شي تعليق ولا هذا الاستفسار إن شاء الله نحاول نجاوبه عليه. ونبدأ على بركة الله ونستقبل الطالب المعي إبراهيم. مرحبا بك معنا ونشكرك على الدعوة. مرحبا، الله يبارك فيك، شكرا بزاف. مرحبا، واش ممكن تعرفنا على ما سمعتكش مزيان، نعرفك على واش ممكن تعرفنا على نفسك؟ ابراهيم اللمعي، طالب السنة الأولى ماستر في المعهد العالي الدولي للسياحة بطنجة، سبيساليتي استراتيجي ماناجمنت دي زيتابليسمون توريستيك. تلقيت البكالوريا، خديت البكالوريا ديالي علوم فيزيائية سنة 2018، والتحقت بالمعهد بالتخصص فيليير ماناجمنت توريستيك، وخديت ليسونس ديالي تما، ودابا ماستر بريمير اني استراتيجي ماناجمنت دي زيتابليسمون توريستيك. تبارك الله، بالتوفيق إن شاء الله. الله يبارك فيك. بغينا نعرفوا علاش اختاريتي هذه المدرسة بالضبط والتخصص، واش كان بمحض الصدفة ولا كان الهدف ديالك من الباك؟ هي ما كانتش بهدف ديالي من الباك، نقدروا نقولوا بانها كانت انا دفعت لها، لان من المدارس اللي في التخصص ديال التدبير والتسيير، لان بالموازاه مع التخصص اللي هو السياحه او الفندقه، فالمدرسه الفورماسيون ديال المدرسه متخصصه كذلك في التسيير والتدبير، ودفعت لها كجميع المدارس. ومورا بكالوريا دوزت الامتحان الكتابي الاول، من بعد امتحان كتابي تم اختياري، ودوزت امتحان شفوي، ومن بعد انا قريت في المعهد، ودابا انا في السنه الرابعه او السنه الاولى ماستر. تبارك الله، بالتوفيق إن شاء الله. بغينا نعرفوا الهدف من تكوين المدرسة ديالك. المدرسة تتهدف إلى تكوين أطر في مجال السياحة والفندقة، وكذلك في تسيير وتدبير المقاولات او الشركات او المنشآت السياحية. ونقدروا نقولوا بلي المدرسة هي فيها واحد التكوين او فورماسيون بوليفالونت، اللي كتخول الطلبة لانهم يندمجوا في مجموعة من القطاعات اللي عندها علاقة بسوق الشغل. بغينا نعرفوا شنو هما الآفاق بعد التخرج. كما قلت دابا بلي الفورماسيون او التكوين هو فهمتي متعدد الاختصاصات. اذا من بعد التخرج، سواء الطالب ممكن يشتغل في المجال ديال السياحة، او مجال التدبير او تسيير الشركات، او نقدر نقوله منشآت سياحية، وكذلك الاشتغال في المجال اللي عنده علاقة بتسيير وتدبير الفنادق، وكذلك المجال ديال ليفينمونسيال او لانيماسيون. المهم مجموعة من المجالات اللي عندها علاقة مباشرة او غير مباشرة مع القطاع السياحي. بغينا نعرفوا يعني اللي بغى يدخل هذا المعهد، هذا يعني الشعبة المطلوبة شنو هو؟ واش كاين انتقاء مباراة كتابية شفوية؟ عرفوا اكثر. اذا بالنسبه للولوج للمعهد، اولا كاين جوج ديال لي فيليير، كاينه فيليير ام اش اللي هي ام او اش ار اللي هي ماناجمنت اوبيراسيونيل دو لا ريستوراسيون،
واللي يمكن الطالبي وجلاها واللي كتخول الطلبه اللي عندهم بكالوريا في سيونس ايكونوميك ولا سيونس ولا باك جيستيون كونطابل، وخاص المعدل ديال ما بين البكالوريا والجهوي يكون كيتجاوز 12، كيتجاوز 12. وبالنسبه التخصص الاخر كاينه فيليير ماناجمنت توريستيك، اللي هي اللي كتخول الطلبه اللي عند التلاميذ اللي عندهم بكالوريا سواء علوم فيزيائيه، علوم حياه الارض او علوم رياضيه، او كذلك باك ادبي او علوم انسانيه، وخاص النقطه ديالهم ما بين الوطني والجهوي 75% 25% تكون كتجاوز 14. وقبل هذا الشيء كيكون واحد الفورمولير اللي كيتلاح في السيت ديال المعهد، اللي سيت easy.ma، اللي خصهم يعمروا الفورمولير، ومن الطلبه خصهم يعمروا الفورمولير ويامبريميو ويديروا معاه كاع لي بيس اللي مطلوبين في السيت، راه كيلقاو كاع المعلومات المطلوبين. ومن بعد منين كيدوزوا البكالوريا، ديك الساعه كيكون واحد السوي دو بري سيليكسيون، كيدار واحد السوي اللي ما بين مثلا بالنسبه للام تي ما بين 14 حتى 16، كيكون مثلا 15، حنا في العام ديالنا كان 15 30، ومثلا في لا فيليير ام اش كيكون ما بين 12 حتى 13. وهذا من بعد داك السوي دو بري سيليكسيون كيكون على الطلبه، كيكونوا في خصهم يدوزوا واحد الامتحان شفوي كتابي هو الاول، عاد من بعد كيخرج اللائحه ديال الناس اللي تقبلوا في هذا الامتحان الكتابي، اللي خصهم يدوزوا امتحان شفوي، واللي من بعد كيتقبلوا باش يقراوا في المعهد. وبغينا نعرفوا شنو هما التخصصات اللي كاينه في كاين في المعهد والمدة الدراسة ديالهم. كما قلت كاين تخصص ام اش والتخصص ام تي. ام اش هو مانجمنت اوبيراسيونيل دو لوتيلي دو لا ريستوراسيون، اللي عنده علاقة بالفندقة وكذلك بالطعامة، وماناجمنت توريستيك اللي هو التدبير السياحي، اللي عنده علاقة بكل ما هو جيستيون اي ماناجمنت ديال لي زيتابليسمون توريستيك. بغينا نعرفو نظام الدراسة اللي كاين، موديل، اتراباج، فاليداسيون. دونك على قبل الفاليداسيون، دونك كيكونوا دي زاليمون دو موديول، اللي كيكون بعض المرات فاليداسيون انتر موديولير، واللي كيكون بعض المرات فاليداسيون ما بين لي موديول، مثلا ما بين لي زاليمون دو موديول. دونك ممكن تفاليدي اترافيغ لي زاليمون دو موديول اللي كيكونوا موديول واحد، ولا فاليداسيون انتر موديولير ما بين موديول و دوطخ موديول. مستوى الدراسة دي يعني كان ليسانس ماستر تما خلاص. بالنسبه اللي زيد من غير الولوج من البكالوريا، كاين ممكن تول يمكن الولوج للمعهد العالي الدولي للسياحه من خلال ليسانس بروفيسيونيل، من غير طلبه اللي غيولوجوا من البكالوريا. كاين طلبه اللي كيكونوا عندهم فورماسيون سواء بي تي اس ولا دي تي اس، اللي عندها علاقه بالفندقه او بالسياحه، في لو اف بي بي تي او لا في لو اس تي ديال الصويره، اللي كيكونوا عندهم باك بلس 2 وكيدخلوا كيدوزوا كونكور كتابي وشفوي باش يدخلوا لا ليسونس بروفيسيونيل في ليزيت، اللي كيكونوا فيها دو فيليير حتى هي، كيكون مانجمنت دو لوتيلغي اي دو توريزم، وكيكون مانجمنت دو لانجينيوري توريستيك. ومن بعد هاد الطلبه هادو عندهم الحق، من بعد ما ياخذوا ليسونس بروفيسيونيل ديالهم عندهم الحق انهم يدوزوا كونكور باش يدوزوا ماستر. بغينا المشاكل والصعوبات اللي ممكن يواجهها الطالب في السنة الأولى، كما سمعتوا بأن يكونوا مولفين على واحد السيستم وتيدخلوا السيستم واحد آخر، شنو هو المشاكل اللي ممكن تواجههم؟ بالنسبة للمشاكل اللي يقدر يلقى الطالب، هو فقط الاندماج مع الطريقة الجديدة ولا الطريقة البيداغوجية الجديدة اللي كتكون كتقرر بها، خصوصا ان كما كتعرفوا في الحياة الجامعية راه الطالب كيولي ايتوديون شيرشور، يعني هو اللي خصو يقلب على المعلومة، هو اللي خصو يقلب كيفاش يفهم الدرس ويستوعبه الطريقه اللي كتوالمو هو، يعني ما الاستاذ ما غيحمقش راسه معاه وهذا. ولكن انا كنظن بلي المشكل الاساسي هو في البروميير اني، كتكون كتسمى اون اني دوبسيرفاسيون، دونك كيكون فيها بزاف ديال لي زاليمون دو موديول، بزاف ديال لي ماتيير، الطالب خصو تكون عنده ديك القدره والقابليه انه يستحمل
انه يقرا كاع هاد المواد هادو، انه يجمع ما بيناتهم ويقدر ينجح فيهم كامل. من خلال التجربة ديالك شنو تنصح الطلبة باش يتوفقوا في الدراسة ديالهم؟ من خلال التجربة ديالي أنا باقي زعما باقي كنقرا دابا، من خلال التجربة ديالي نقدر نقول هو أنهم ما يحطوش لراسهم حواجز، أنهم يقراو زعما واخا شي موديول ما غيكون كاينين مواد كنبغيو مواد ما كيكونش عندنا معاهم، ولكن خاص يحطوا راسهم في ذاك الامتحان ديال أنهم خاصهم يتجاوزوا ديك المحنة، وأنهم يقراو ذاك الموديول، وانهم يتبريباراو، لان فهمتي عباره فقط على الامتحان اللي غيدوزوه وصافي. دونك يتكونسونطراو لو بلوس، وما يخليوش شي حاجه، ما يخليوش المواد تجمع عليهم. اما بالنسبه للدراسه راه هي راه ماشي صعيبه لهذا الدرجه اللي زعما صعيبه بزاف، مي الدراسه زعما راه عادي، فقط ان ما تجمعش عليك بزاف ديال المواد لانك خصك تقراهم في وقت واحد، وراه ممكن تنجح زعما، ماشي شي حاجة اللي صعيبة. بغينا نعرفوا التكوين، يعني واش عندكم واحد ستاج تخرجوا، فوقاش تخرجوا ستاج؟ دابا اللي كيميز لي زيت من غير الدراسة هي أن كاينة لا براتيك. بالنسبة للستاج، تو دابور الستاج كيكون كل سنة، كيكون في السنة الأولى إجباري، وفي السنة الثانية، وفي السنة الثالثة كيكون حتى هو إجباري. بالنسبة للماستر ما كيكونش إجباري إلا ستاج دو فان ديتود، هذاك اللي كيكون إجباري. بالنسبة للسنة الأولى ماستر ما كيكونش إجباري، وهذا الستاج هذا كيخول لنا أننا نتعرفوا على لا غياليتي ديال التيران، وتكون عندنا أفكار، فهمتي، أفكار أكثر على الواقع ديال القطاع السياحي، ونقدروا نختاروا ولا نتوجهوا ولا نوجهوا نفسنا في الديبارتمون اللي كنشوفوا راسنا نقدروا نخدموا فيه مستقبلا. ومن غير هذا الشيء اللي كيميز لي زيت هي ان كاين لا براتيك، لان كاين مواد اللي كنديروا فيهم لا براتيك. مثلا في لافيليير ام اش كيكون عندهم تي بي، وكيكون عندهم ماده ديال سواري تيماتيك اللي كيبريباريو فيها، كيتعطاهم ان تيم، كتعطاهم واحد الدوله اللي كي بريباريو ليها لا غاسترونومي ديالها، وكي بريباريو اون سواري تيماتيك اللي كي بريباريو فيها حتى ان دوسي دو سبونسورين، وكيشوفوا لورغانيزاسيون ديال لا سواري دو ا ا زد، بلانيماسيون، بلي بلان اللي غيكونوا، بلو بروغرام كي غيكون، بلي بريزونطاسيون اللي غيديروا دو ا ا زد. وهادشي هذا بيان سور تحت اشراف ولونكادرمون ديال الاساتذه في المعهد العالي للسياحه. وبالنسبه لافيليير ام تي كيكون عندهم ان بروجي في الماركتينغ دي سيرفيس بروميير اني، كيكون عندهم دو بروجي في دوزيام اني ديال، كيكون عندهم ان صالون دو توريزم، وكيكون عندهم صالون دو توريزم، كيكون عندهم ان فواياج دو غيداج اللي كيدخل في مونتاج اي كونسيبسيون دو برودوي توريستيك. وفي تروازيام اني كيكون عندهم ان بروجي دو ماركتينغ دي ديستيناسيون توريستيك، اللي كنهدفوا من خلال هذا المشروع هذا تسويق لوجهات سياحيه لمدن مغربيه اللي ما مديفلوبياش فيها السياحه، وجعلها وجهات سياحيه بامتياز. والطلبه كيكون عندهم هذا البروجي هذا، كتعطاهم مدينه وكيخدموا عليها لانهم يديفلوبيوها في اطار الماركتينغ دي ديستيناسيون ولا ماركتينغ تريتوري. بغينا جانب التغطية، واش كاين جانب ترفيهي لا بيان سور، هكا كيكون في المعهد كل سنة كتجرى الانتخابات ديال لا دي او، لاسوسياسيون دي زيتيديون، اللي هي اللي كتشابوتي لي ديفيرون كلوب اللي غيكون اللي كيكونوا دي كلوب عندهم علاقة بالفن، الكلوب عندهم علاقة بالرياضة، كلوب علاقة عندهم علاقة مع الم... مع مع الماناجمنت ولا مع لونتربرونيال، كلوب اللي عندهم علاقة بالبيئة. كل كلوب على حسب التخصص ديالو ولا سبيسياليتي ديالو. والطلبه كيكون عندهم هاد لي كلوب كيلونسيو دي ريكروتمون، اللي الطلبه ممكن يدخلوا لاي واحد في هاد لي كلوب على حساب لي بريفيرونس ديالهم ولا حساب لا سبيسياليتي ديال الكلوب اللي كيشوفوها ملائمه ليهم. وهاد لي كلوب هادو بيان سور كي كريو وكي اورغانيزيو دي زيفينمون شاك اني، وكل كلوب كي على حساب لا سبيسياليتي اللي قلنا فيه.
وكيكونوا دي كلوب اللي كيأورغانيزيو ميم دي فواياج، مثلا لو كلوب ديال السبور كيأورغانيزي دي فواياج اللي كيحضروا لي زولمبياد اللي كيكونوا اورغانيزين في دي زيكول اخرين. كل كلوب واش كاين الكلوب ديال لي ام سي اللي كيأورغانيزي كل سنه يزيد كو تالنت اللي كنتعرفوا فيهم من خلال هاد ليفينمون، كتعرفوا فيه على المواهب اللي كاينه في المعهد، وكتكون واحد اللجنه التحكيم مكونه من فنانه ومن اختصاصيين. فكل كلوب كي اورغانيزي داكشي على حساب السبيساليتي ولا على حساب لو بروغرام اللي كيلونسي كل عام. بغينا نعرفوا التجهيزات المرافقة الموجودة في المعهد. بالنسبة للمعهد كاينة الانترنا اللي كيكون بالنسبة للطلبة ديال السنة الأولى وديال السنة الثانية وديال السنة الثالثة، كيكون عندهم لاكسي ليها. كي لي فخي ديالها هي تقريبا ما بينها وما بين الريستوراسيون اللي كتكون في ليزيد حدايا، كتكون تقريبا شي 3300 درهم في السنة. ومن غير الانترنا وما بين والريستوراسيون كاينين ملاعب، كاين ملعب ديال كرة القدم وكاين ملعب ديال كرة السلة، وكاين الفوايي ديال لي زيتوديون اللي بغينا نعرفوا كم كيكون فيه. نعم لا كمل اه كيكون كاين فوايي ديال لي زيتوديون اللي كيكونوا فيه كيجمعوا فيه الطلبة واللي ممكن يجتمعوا فيه، وكيكون فيه حتى تما فين كيتفرجوا في لي ماتش في زعما في داكشي اللي بالنسبة تنعرفوا بيئة ديال الطاقة نفس المدينة، يعني تكونوا لاجئين على المدينة. منعرفوش واش كاين زعما الشكل الجامعي كراء. كاينه الانترنا هي اللي قلت بنيت، كاينه الانترنا في ليزيت ماشي في السكن الجامعي، ما تبعش الجامعه، مي في ليزيت نيت كاينه الانترنا اللي كيكون عندهم اكسي ليها، وهادشي للطلبه ديال السنه الاولى الثانيه والثالثه. ومن هنا غنكونوا سالينا المرحلة الأولى خاصة بالنقاش الحواري مع الطالب، وغادي ندوزو للمرحلة الثانية والأسئلة اللي عنده شي استفسار شي أسئلة يحطها في الكومنتات باش نحاول نجاوب عليها. هنالك محدد للولوج. بالنسبة للولوج كيكون السن الأقصى هو 25 سنة بالنسبة للطلبة ديال السنة الأولى، الولوج من السنة الأولى. بالنسبة للماستر ما كنظنش بلي كاين سن الولوج، لأن كيكونوا طلبة كبار اللي خداو ليسونس شحال هادي في فريزيت، ولكن كي ممكن انهم يرجعوا يدوزوا ماستر ديك الساعه، ولكن كيدوزوا في الاول بو دابور كيدوزوا الكونكور. هل العمل مضمون فور التخرج؟ تنظن بلي العمل ما مضمونش فور التخرج في كاع المجالات في كاع المدارس. اللي مضمون من بعد التخرج دابا كل واحد وعلى حساب لي كومبيتونس ديالو، وعلى حساب لو كارني دادغيس اللي جمع، وعلى حساب لو غيزو اللي يقدر يكون هو طالب. لان وانت طالب كتحاول تقلب وكتحاول ديفلوبي كل مره على حساب كتحاول ديفلوبا كل مره، وكتحاول تكريي دي كونيسونس مع ناس اللي خدامين في القطاع. دونك الا بقيتي انت يا مونطاوي وما خدمتيش على واحد لو كارني دادغيس ولا واحد لو ريزو ديالك، اللي ما ديفلوبيتيش لو ريزو ديالك، راه غتلقى ماشي غتلقى مشكل فور التخرج، مي عاوتاني حتى لي خصك تكون كومبيتون، كل واحد بالكومبيتونس ديالو، وكل واحد فاش يقدر يخدم وفاش يقدر يديفلوبا. دونك من الاول خاصك تكون غادي بواحد لا فيزيون ديال لوريونطاسيون، غادي كتاورينتي راسك باش منين توصل للسنه الخامسه تكون عارف راسك اشنا هما لي ديفيرون ديبارتمون ولا لي ديفيرون سبيسياليتي ولا سيكتور اللي تقدر تخدم فيهم اللي عندهم علاقه مع القطاع.
هل يمكنني بعد التخرج أن ألجأ للوظيفة العمومية؟ من الممكن تشتغل في الوظيفة، زعما يكون عندك بوست مع القطاع العام، وكما ممكن يكون عندك بوست مع القطاع الخاص. هي في السياحة أغلبية الناس كيخدموا في القطاع الخاص، ولكن راه كاينين دي بوست في القطاع العام، على حسب كاين مثلا الكونسي ريجيونال دو توريزم، كاين لا ديليغاسيون ديال التوريزم اللي كتكون في كل مدينه، كاين لوفيس ناسيونال ماروكان دو توريزم، كاين لا سوسيتي دانجينيوري توريستيك، لا سميت لا سوسيتي ماروكان دو لانجينيوري توريستيك، كاين الوزاره السياحه اللي مره في شحال كتلونسي دي ريكروتمون في دي بوست فيها. دونك ممكن تخدم في القطاع الخاص كما ممكن تخدم في القطاع العام، على حسب لي بريفيرونس ديالك، وعلى حسب اشنو هما الوظائف اللي مطلوبين في القطاع العام، لان قليل ما كيكونوا وظائف مطلوبين في القطاع العام. الأكثرية تولد للقطعة الخاصة. ما هي آفاق المعهد؟ دونك كما قلنا، آفاق المعهد تقدر ديك الساعة على حساب كما قلنا، في كل واحد كيكون عنده دي بريفيرونس، وكيكون في القراية ديالو كيكون غادي في واحد لورينتاسيون، دونك على حساب هو ولي كومبيتونس ديالو، على حساب لورينتاسيون ديالو. الآفاق ديال المعهد زعما كتخول لك أنك تخدم على حساب لي سبيسياليتي، تقدر تخدم في الريزرفاسيون، في لانيماسيون، تقدر تخدم في دي زاجونس دو كومونيكاسيون، على حساب نتايا وعلى حساب حتى لو سوجي دو ميموار ديالك اللي خدمتي، يعني سوجي ديال الميموار اللي خدمتي عليها في الماستر ولا في الليسانس. دونك مثلا تقدر تكون خدمتي في واحد السوجي ديال اللي عنده علاقة مع ليفينمونسيال، تقدر تخدم في ليفينمونسيال. خدمتي ان سوجي اللي عنده علاقة مع الماركتينغ ديجيتال، تقدر تخدم في اون اجونس دو كوم ولا اون اجونس ديال ماركتينغ ديجيتال. دونك ديك الساعة على حساب كل واحد ولي بريفيرونس ديالو. مي غالبا راه الآفاق اللي عند المعهد راه عندها علاقة مع القطاع السياحي، يعني تقدر تخدم سواء في أجونس دو فواياج ولا في إحدى الإدارات اللي عندها علاقة اللي كتسير القطاع السياحي، الإدارات العمومية اللي كتسير القطاع السياحي، أو الأوتيلات الفنادق. كيف اللي جاوبنا على من خلال الحوار، جاوبنا على مجموعة الأسئلة. مرحبا على الرسول. قبل ما نختم اللايف، ممكن تعطينا شي كلمة أخيرة؟ كلمة أخيرة، بدأ رمضان كريم على جميع الطلبة وجميع التلاميذ. والأهم هو أن كاين مشكل زعما في المغرب، ان ما كاينش، ماشي كلشي كيختار التخصص اللي بغا، داكشي كيكون على حساب النقطة. ما تقدروا تتبعوا التخصص اللي بغيتو فيما بعد، وغيكون زعما واخا الطريق طويل قدامكم، ولكن تقدروا تلقاو راسكم في واحد المعهد ولا في واحد المدرسة اللي انتوما ما كانش عندكم فكرة على التخصص ديالها. الأهم أنكم تبغيو داك التخصص، وأنكم تبغيو تكملوا فيه، وتحاولوا تقلبوا على الجماليات اللي كاينين، والأشياء اللي ممكن، لي بوان أ ديفلوبي في السيكتور اللي غادي تقراو فيه. شكرا، باسمي وباسم الصفحة نشكرك على قبول الدعوة ديالك وعلى عطائك من الوقت ديالك والمعلومات اللي زودتينا بها مرحبا اليوم. على راسك، وكذلك كنشكر مرحبا على راسك. وكذلك كنشكر المشاهدين الكرام على تبعهم هذا اللايف، وتنتمنى يبارطاجيو مع الأصدقاء ديالهم باش تعمل الفائدة. ومن هنا غادي ننهي اللايف،
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سبحان الله وتحمده بين شيء ما يشوفون، والسلام عليكم. السلام عليكم.